حلقة النهاردة آخر حلقة في التوكل، منزلة التوكل، وحلقة النهاردة فيها فكرة جديدة، وفكرة بترد على سؤال دايما شباب كتير بيقولوه: أنا تعبان، أنا مش نافع، أنا زهقت. عارفين الأسطوانة دي؟ أنا زهقت، أنا مفيش فيها فايدة، أنا فشلت، أنا اتخنقت، أنا حياتي كلها مش سالكة. حد عنده مصطلحات أخرى؟ خلاص أنا فقدت الأمل، أنا لا، مزنوق دي كلمة قليلة. يعني المشكلة لما يكون حد مغربي مش فاهم مصري. أنا انتهيت. كل الكلام ده كلام عمي، يعني ايه؟ بس له كلام علمي. ايه هو الكلام العلمي؟ هناك تحديات وهناك امكانيات، والحياة كلها عبارة عن تحديات قدام امكانيات. حياتك عبارة عن تحديات وامكانيات، ودائما خلق الله الدنيا ان التحديات اعلى من الامكانيات. يا ده الكلام العلمي بقى. كل اللي فات ده كلام ايه؟ انا اسف، يعني كلام ناس قاعده على مصطبه. كلام ملوش معنى، اهو تفريغ كلام وخلاص. لكن حقيقه الموضوع ايه؟ تحديات وامكانيات. طب وربنا خلق حياتك انت شخصيا ايه، وحياتك انت شخصيا ايه؟ تحديات وامكانيات. وكل البشر كده، وكل الامم كده تحديات، يعني على مستوى البشر وعلى الاشخاص وعلى مستوى العيله وعلى مستوى الامه وعلى مستوى الشركات تحديات وامكانيات. وكيف تواجه التحديات باستخدام إمكانياتك؟ بس دايما خلق الله الحياة إن التحديات أعلى من الإمكانيات. بس خلي بالكو، ده من حكمة ورحمة ربنا في الحياة، إن التحديات ضرورة للحياة، ثم إنها تكون أعلى من الإمكانيات. إزاي؟ فين؟ ليه؟ أولا عشان طريقة تفكيرك، بدل ما تقول أنا مش نافع، أنا في يا ابني التحديات ضرورية، افهم عن الله. ليه التحديات ضرورية؟ قصص الحياة الكبيرة لا تكتب إلا بالتحديات. هو في قصة لها معنى من غير تحديات؟ يعني إيه؟ عايز تقول إيه؟ إيه قيمة قصة سيدنا يوسف لو اترمى في البير ولقوه بعد أسبوع؟ في قصة سيدنا موسى؟ تهوا لقوه. خلص الموضوع. إيه قصة سيدنا موسى العظيم كليم الله بسبب مواقفه لو راح لفرعون، فرعون قال والله معك حق يا موسى، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مفيش حدوتة، لو مفيش تحدي مفيش حدوتة. إيه قيمة قصة القصة العظيمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو راح لأبو جهل، أبو جهل قال له يا محمد يا قريش نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فين 23 سنة كفاح وتحديات؟ كنا هنلاقي حاجة نحكيها في سيرة النبي، كنا هنلاقي حاجة نقلدها، كنا هنلاقي حاجة نستفيد منها. بدون تحديات مفيش معنى للحياة، بدون تحديات الإمكانيات تبقى صفر. صح ولا لأ؟ لأ، ده بدون تحديات تفقد طعم الحياة وطعم الوجود. أوناسيس ده ملتي ملياردير يوناني جريكي، مات بس فلوس خرافية. فلما جه موت ساب لبنته يعني ثروة خرافية. يعني ايه؟ يعني ساب لها 3 جزر في اليونان بتوعها، يعني هي صاحبة الجزيرة بالبيوت اللي على الجزيرة. حبيبة بتقول يا بختها بالمطاعم. سألتها يعني، انا سمعتها بالمطاعم. الجزيرة جزيرة جزيرة الجزيرة بتاعتها، ساب لها بيقولوا حوالي 15 بوت تبدل في البوتات. سب لها أسطول طيارات. صدقوا البنت انتحرت؟ طبعا. عارفين انتحرت وهي بتنتحر؟ قبل ما تنتحر قالت إيه؟ قالت لم يترك لي أبي حلم واحد أحلم به. أنا عندي كل حاجة، ما عنديش حلم أحلم به. أنت فاكر إن يا بختها؟ أنت مش فاهم حاجة، دي بتتعذب. ليه؟ لعدم وجود التحديات. لو اختفت التحديات الحياة تبقى لا تطاق. على فكرة وأنا بعمل الدكتوراه اتعلمت حاجة أساسية، أول صفحة في رسالة الدكتوراه What the problem؟ فين المشكلة؟ يعني لو مفيش مشكلة مفيش رسالة دكتوراه أصلا. أي بحث علمي يبدأ بإيه؟ أين المشكلة؟ من غير تحديات مفيش حياة. كتاب السيناريو عارفين الحكاية دي، لو أنت عملت رواية يقولك فين العقدة؟ من غير العقدة رواية فاشلة لا تصلح. التحديات ضرورية للحياة. ده كده المنطلق الأولاني. لا، لسه بقى الحتة التانية.
لا خلي بالكو، بسبب اللي أنا بقوله ده سمح الله بوجود الشيطان. الله لا يسمح، الله لا يأمر بالشر، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن سمح بوجوده لأن التحدي ده مفيد للإنسان، لأن الإنسان محتاج التحدي ده في حياته. وقال له إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أنت تقدر على التحدي ده. طيب دي ده كده الجزئية الأولانية. طب الجزئية الثانية، ولازم التحدي يبقى أعلى شوية من إمكانياتك، وده مفيد ليك. عارفين لعبة البلاي ستيشن؟ أهلا وسهلا سيد علي. لعبة البلاي ستيشن وفيفا والحاجات دي، أنت لسه مبتدئ، يديك مستوى أعلى سنة مش أعلى كتير، بس علشان تحس إن في موضوع. ها بدأت تلعب، بدأت تكسب، عارف لو فضلت على نفس الليفل تمل وتسيب اللعبة، لازم يعلي لك الليفل. وانت مش هتتعلم، يعني انت هتيجي تلعب واحد احسن منك مش هتتعلم. بالظبط، يقوم معلي لك الليفل، تقوم امكانياتك تعلى، يقوم معلي لك الليفل، فتفضل ماشي ماسك في اللعبه مش راضي تسيبها سنين. لعبه البلاي ستيشن كده. المانيا عندهم حاجه رهيبه جدا للهندسه الصناعيه، عملوا بحث رهيب جدا جدا جدا. البحث بيقول ايه؟ بيقول لك كلفوا العمال بتحدي قليل كويس، فاذا بامكانيات العمال اقل في العطاء من قيمه التحدي، قاموا مخلين التحدي الضعف، فضعفت إمكانيات العمال أربع أضعاف، يعني هم خلوها الضعف قام التانية أربعة، قاموا مخلين التحدي ستة، بقت إمكانيات كل ما تعلي التحدي الإمكانيات تعلى. أنا ابني عمر بيلعب فروسية، ينط بالحصان فهو في التمرين بيتدرب على أنه هو ينط متر وعشرين ما شاء الله، وينط، أروح أتفرج في التمرين إيه ده؟ ما بيوقعش، الحاجز ما بيوقعش، يدخل البطولات. في البطولات لسه لم يسمح له في الرانك بتاعه ان هو ينط متر وعشرين، فبيخليه ينط على 80، الحصان يوقع الحواجز. فرحت للكابتن قلت له يا كابتن ازاي في التمرين ينط 120؟ قال لي الحصان مش عاجبه التحدي. الحصان ما بيبذلش مجهود كفايه لانه مستهون بالتحدي. الحاجز اقل من امكانيات الحصان. قلت له انت بتهزر ولا بتتكلم؟ قال لي والله العظيم الحصان. قال لي شوف لما مستوى عمر يعلى، لما مستوى عمر بقى يسمح له ان هو ينط متر وعشرين في البطولات زي التمرين، الحصان ما شاء الله عمر بيطلع يعني بياخد جوائز، عمر ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما عيل التحدي، عايز اقول ايه؟ عايز اقول في الاخر ان الانسان محتاج تحدي عشان يطلع اللي جواه. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني إيه كبد؟ الناس اللي مش فاهمة تقول لك يعني في شقاء. لا ده مش تفسيرها. مال في إيه؟ في مشقة محفزة. لما تفتح كلمة كبد في المعجم بدقة، تحدي محفز. تحدي خلاق. شوف الكلمة، ويبدو أن من نفس الكلمة بجسم الإنسان جت كلمة الكبد، مشتقة من نفس الجدر. يعني إيه الكبد؟ ما هو الكبد شغلته يمتص السموم ويتحداها ويحولها لمواد مفيدة. أنت مخلوق كده يا عم، أنت خلقتك كده. يبقى الناس اللي زعلانة من التحديات، والله العظيم أنت مش فاهم حاجة يا عم، ده هي حلاوتها كده، حلاوتها ان فيها تحدي، وحلاوتها ان التحدي يبقى اكبر من امكانياتك. طب يعني ايه؟ يعني خلاص اقعد اتخبط في الحيط بقى؟ الحل ايه؟ جينا للحل. مجهود، إدامة المجهود بعلي امكانياتي. يعني بدل ما انت طريقة تفكيرك غلط، عايز انزل التحدي، طب ما تعمل العكس، عايز اطلع امكانياتي. فاهمين الفكرة؟ يعني بدل ما تنزل ده، طب ما تطلع ده. يعني انت دايما بتختار السهل. السهل ايه؟ انا متضايق من التحدي، طب ما تيجي نعمل حاجه تانية، انا هعلي الامكانيات. يلا بقى علي الامكانيات، علي الامكانيات، علي الامكانيات كمان، ها كمان كمان كمان، يلا اسبق احسان، اهو ده الاحسان جاي هنا، يلا كمان كمان كمان. بس مش هتقدر لوحدك. يعني مش هقدر لوحدي؟ عشان الانسان، زي نرجع لعلم النفس الايجابي، مارتن سليجمان بيقول لك الانسان كائن اعتمادي لا يستطيع ان يعيش وحده في مواجهه التحديات، يحتاج سند. انت محتاج ربنا، انت محتاج سند من الله سبحانه وتعالى. وبعدين مارتن سليجمان يقول لك واعلم ان كل سند ثانوي لا يشبعك. ابوك وامك سند ثانوي، لان هم حيتعبوا او حيعيوا او يعني الاعمار بيد الله،
انا سنه ثانوي وانت سنه ثانوي وهي سنه ثانوي والمدير سنه ثانوي، كل ده سنه ثانوي، ده كلام علم نفس. انت محتاج سند اقوى. تقول له يعني ايه سند اقوى؟ يقول لك محتاج سند روحي جاي من المعتقد، الوكيل سبحانه وتعالى. انت متعود ان واحد زائد واحد يساوي اتنين، لكن واحد زائد واحد زائد توكل يساوي مية. لان انت دخلت في المعادلة ربنا، ربنا مالك الملك، الخالق العظيم الذي سمح بوجود التحديات، الذي خلق الكون بهذا الميكانيزم. يا عم انت رحت للي عنده الموضوع كله، انت ما رحت. عشان كده ربنا يقولك في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه الحي الذي لا يموت تتوكل عليه؟ ليه تتوكل على الأموات؟ ما هو هيموتوا، دول سنة ثانوي. شوف كلام مارتن سليجمان وشايف الفكرة عندنا. انت كائن اعتمادي، مش معنى ان انت هتديم المحاولات اوعى تفتكر انه بدراعك. في كلمة جميلة جدا بتقولك سوابق الهمم، الناس اللي همتها عالية لا تخرق أسوار الأقدر. مش معنى ان همتك عالية انك هتكسر سور القدر، روح للي عنده القدر. فاهمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيه همة أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة ما أمنش إلا 100 واحد. سوابق الهمم، الهمم السابقة لا تخرق سور القدر. أهو ده فهم عن الله. أنت محتاج الوكيل، أنت محتاج تتوكل على الله، أنت محتاجة تتوكلي على الله. يا وليد أنت محتاج تتوكل على الله، يا ياسمين أنت محتاجة تتوكلي على الله، يا كندا أنت يا عاصم أنت محتاج تتوكل على الله. أنت من غير التوكل على الله أنت مفتقد السند. بص القاعدة بتاعت النهاردة جميلة جدا، بتقول إيه القاعدة؟ خلينا نقولها الأول. ستظل تحدياتك تعلو على إمكانياتك حتى تديم محاولات الإحسان والتوكل على الله. عندها سيرفع الله إمكانياتك أضعاف مضاعفة حتى تنتصر على التحديات ليبدأ تحدي جديد. عشان الدنيا كده. والله ده فهم عن الله. طيب.